السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في هذا الفصل الأول من عام دراسي 1440 في مقرر مبادئ التسوير. بإذن الله راح تكون اللقاءات عددها كما هو معتاد 12 لقاء، من خلالها راح نتحدث عن التسويق، مفهوم التسويق، وراح ننتهي بإذن الله وحنا عندنا تصور كافي عن معنى التسويق، المعنى الحقيقي الصحيح بخلاف المعنى المشهور أو الدارج، المعنى العامي للتسويق اللي خلنا نقول باختصار هو يجحف التسويق ولا يعطي قيمته الحقيقية، لأن التسويق أشمل وأعم من المفهوم الدارج بين الناس خصوصا غير المتخصصين. فبإذن الله راح ناخذ تفاصيل كاملة عن التسويق، وراح ناخذ بإذن الله بعض الأمثلة الواقعية اللي تتحدث عن التسويق اليوم، التسويق في السعودية بالذات، وأيضا بعض النماذج العالمية إلى أن تصل الصورة بإذن الله بشكل كافي ومناسب للطالب لاستيعابها بشكل صحيح. في البداية راح أنبه ببعض التنبيهات الرئيسية اللي راح نتفق عليها من أول محاضرة عشان ما تتكرر فيها الأسئلة في المستقبل، وراح تكون إن شاء الله مثل الإطار اللي راح نعتمد عليه إلى نهاية الفصل. راح تكون لقاءات بالطريقة هذه، نبدأ بمقدمة بسيطة ثم بعد ذلك نحاول إن احنا نسترجع اللي درسناه في المحاضرة السابقة، بعد ذلك نتكلم عن المحاضرة اللي المحاضرة الجديدة في يوم الاثنين الساعة 4:15 من كل أسبوع، يوم الاثنين في نفس هذا التوقيت الساعة 4:15 من كل أسبوع لمدة 45 دقيقة. في آخر 10 دقائق من كل محاضرة راح يكون في 5 دقائق كويز سريع أو اختبار قصير سريع، الطالب يحاول أنه يجاوب على المعلومات اللي مرت عليه خلال المحاضرة، وفيه أيضا تدريب للطالب أو الطالبة على الاختبار النهائي. الكويز يعطيك فكرة عن الاختبار النهائي، الأسئلة راح تكون بنفس الفكرة بنفس الطريقة بنفس الشكل. فإذا كنت مستعد كل محاضرة وحضرت لها بشكل جيد وانتبهت لها بشكل جيد راح تجاوب على الكويز بكل سهولة، وبعد ذلك الكويزات راح تعطيك فكرة وتصور كبير جدا عن الاختبار النهائي. ثم يبقى عندنا الخمس دقائق الأخيرة الخمس دقائق الأخيرة راح تكون بإذن الله عن أسئلة أنتم تسألون في المربع الخاص بالشات أو بالاستفسارات أو بالمحادثات، تكتب السؤال وحاول أن أجاوب عليه خلال خمس دقائق، أتوقع أنها كافية. إذا ما أسعفنا الوقت خلال هذه الفترة ممكن أنك تسألني في المنتدى أو ترسل لي إيميل وأجاوب عليك بكل رحابة صدر، وتواصلنا بالعموم في خلال هذا الفصل راح يكون عن طريق المنتدى وأيضا عن طريق الإيميل، هذه وسيلة التواصل الرسمية اللي راح نعتمد عليها بإذن الله. في المنتدى تقدر تنزل مواضيع تسأل فيها، تقدر تسأل في المواضيع اللي أنا أنزلها، هذا راجع لك وبراحتك. بخصوص السؤال اللي أتوقع أنه راح يتكرر علي كثير وأتمنى أن احنا ننتهي منها الآن، السؤال المتكرر بشكل دائم، وش المرجع اللي نعتمد عليه لمذاكرة الاختبار؟ طبعا تعليمات عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد صارمة في هذا المجال، وأن المرجع الرئيسي هو المادة الصوتية والمرئية الموفرة للطلاب والطالبات المطالبين بالرجوع إليها
وهي المرجع المعتمد الرئيسي لماذا نقرر بعد التسويق ولكل مقررات التعليم عن بعد. ولكن الطالب أو الطالب اللي بيركز المحاضرات وبيتابع الشرائح، الشرائح هذه راح تنزل لكم إن شاء الله في المنتدى كاملة، بيتابع الشرائح، بيتابع الشرح، بيتابع الكوزات، راح يغطي الجزء الأغلب من المنهج. قد تسقط بعض المعلومات سهوا، قد ما يسفنا الوقت لتغطية كل من الفقرات، وبالتالي الأسلم لنا جميعا هو أن المنهج يكون من خلال أو المرجع الرئيسي هو المادة الصوتية والمرئية. ولكن أعيد وأكرر بأن المحاضرة مهمة جدا، الشرائح مهمة جدا، الكوزات مهمة جدا. بعض الطلاب ممكن أنه يحصل الملخصات خارج المنهج، ملخصات عملها الطلاب للمادة الصوتية والمرئية من خلال الأترام السابقة ويبغى يعتمد عليها، هذا شيء راجع لك أنت كطالب، تقدر تحدد شو المرجع المناسب لك ومن خلاله ترجع له وتعتمد عليه، هذا شيء راجع لك 100%. أنا ما أقدر إلا أقول لك أن المادة الصوتية والمرئية هي المرجع الأساسي في هذا المنهج. أتمنى من جميع الناس الاستفسار هذا ينتهي، لأن عادة الاستفسار هذا يستمر إلى نهاية الترم نفس الطريق، وش نرجع لنعتمد عليه وش نذاكر، فهذا هو اللي أنصحكم فيه. هل في استفسارات على المنهج وطريقة المنهج قبل ما ندخل في التسويق؟ أحد عنده أي سؤال؟ طيب يبدو ما في أسئلة. إن شاء الله أنه ما راح نواجه أي مشاكل لا في المنهج ولا في طريقته ولا في شرحه. الشرح بإذن الله راح يكون نأخذ الشرائح شريحة شريحة، نأخذ النقاط الرئيسية اللي فيها، ثم نعلق عليها تعليق سريع، نضرب أمثلة واقعية، نحاول نقرب المعنى بشكل واقعي أكثر، لأن الطالب في الأخير هو مجرد أنه جاي عشان يختبر فقط ثم ينجح ويمشي. الطالب كلنا نبغى نستفيد من بعض، أنا أستفيد منكم وأنتم تستفيدون مني، نبغى نستفيد من المادة المقدمة واقعيا عشان إذا تخرجنا إن شاء الله تخرج الطالب ويكون عنده رصيد معرفي وليس فقط نظري وعملي، بحيث أنه يساعد إن شاء الله بعد التخرج أنه يطبق في وظيفته أو في مكان عمله. فبداية راح أسألكم سؤال، ما هو طبعا هذه الوحدة الأولى راح نأخذ اليوم تقريبا مفهوم التسويق والمفاهيم الجوهرية أو الأساسية في التسويق. العناصر الأخرى راح تكون إن شاء الله في المحاضرة القادمة، مثل مراحل تطور التسويق، عناصر النزيج التسويقي، أسباب الاهتمام التسويق، والمنافع والانتقادات التي توجد لعلم التسويق، كل هذه راح تكون المحاضرة القادمة. فالسؤال الأول اللي راح أسألكم إياه، وش معنى أو وش تفهمون من كلمة التسويق؟ لو سألتك الآن أو سألك زميلك أو سألك أي شخص في أي مكان في العالم وقال لك أنت الآن جالس تدرس تسويق، وش معنى تسويق؟ وش تفهم من كلمة تسويق؟ أتمنى أن أشوف إجابات متعددة الآن. ترويج لسلعة معينة ممكن، جميل، غيره، عرض المنتج، حلو، غيره، عن السوق، تسويق السلعة وعرضها على العميل، الطريقة الصحيحة والمتفاعلة لترويج منتج ما، حل جميع مشاكل الموجودة، الترغيب بشراء سلعة باحترافية، تسويق الإلكتروني، تخطيط تنفيذ توزيع السلعة، بيع المنتج، الطريقة الصحيحة للطلب والعرض. جميل جميل. طبعا الفكرة الدارجة عن التسويق في كل مكان هو تسويق خدمة أو سلعة معينة. جيد. التسويق أو مفهوم التسويق الدارج عند أغلب الناس هو مفهوم، خلينا نقول قاصر أو مفهوم ناقص عن التسويق.
كثير من الناس إذا ذكر له موضوع التسويق يظن أن التسويق هو فقط ترويج أو إعلان، فيقول لي فلما يرى الإعلانات يظن أن هذه فقط هي التسويق، وهذا غير صحيح. بعض الناس أو البعض الآخر يظن أن التسويق هو رجل بيع، رجل يجي للناس يروح لبيوتهم أو يروح لمكاتبهم أو يروح لأماكن تواجدهم ثم يعرض عليهم سلعة معينة ويحكي لهم عن مميزاتها ثم يحاول يبيع هذه السلعة، وكثير منهم يعني يشتهر فيهم النصب والمبالغة في ذكر مواصفات السلعة. هذه النقطتين البيع، رجال البيع والإعلانات، ما هي إلا فرع من فروع الترويج، والترويج هو أيضا فرع من فروع التسويق. لو تكلمنا عن المزيج التسويقي في شرائح متقدمة ما راح تكون محاضرنا اليوم، لكن هي جيدة كمدخل لنا في التسويق. المفهوم أو المزيج التسويقي، المزيج التسويقي اللي يسمى الفور بيس، أربع عناصر تبدأ بحرف البي في اللغة الإنجليزية، اللي هو الأول برودكت المنتج، والسعر البرايس، والبليس اللي هو المكان أو التوزيع، والبروموشن اللي هو الترويج. الترويج هذا أيضا له مزيج خاص فيه من ضمنه الإعلان ورجل البيع. فالآن حنا لابد أن نفهم أن التسويق هو أعم وأشمل بكثير من مفهوم فقط إعلان أو رجل بيع. هو في منتج وفي سعر وفي توزيع وفي ترويج. طبعا كل عنصر من هذه العناصر من عناصر المزيج التسويقي راح ناخذه إن شاء الله في فصل مستقل، وراح نفصل فيه تفاصيل كبيرة جدا بحيث أن الصورة إن شاء الله تكون واضحة للجميع. لكن أعيد وأكرر، أنت إذا شخص درست مادة مبادئ التسويق ولا تعرف وش معنى المزيج التسويقي أو الفور بيس، معناها أنت ما تعرف وش معنى التسويق. هذا هو زبدة التسويق، وهذا هو أهم موضوع في التسويق اللي هو المزيج التسويقي. فإحنا نهتم بالمنتج، شكل المنتج، مواصفات المنتج، طريقة عرض المنتج، ونهتم بسعر المنتج كذلك، أسعار تختلف للمنتجات، كيف نسعر هذا المنتج، وش أفضل سعر لهذا المنتج يحقق لنا ربح وكذلك يحقق لنا رضا للمستهلكين. كذلك المكان، وين راح يتواجد هذا المنتج، وين راح أوزع هذا المنتج، المنتج تحصله في بقالة ولا تحصله في سوبر ماركت ولا تحصله في معرض خاص ولا تحصله أونلاين، كل هذا راح نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله خلال هذا الفصل. كذلك الترويج، وش أنواع الترويج، في إعلان، في بيع شخصي، في بيع مباشر، في أنواع كثيرة للترويج مختلفة ليس فقط إعلان. الترويج هو محاولة وصول السلعة أو محاولة إخبار المستهلك عن هذه السلعة وجذب انتباهه لشراء هذه السلعة، وهذا مثل ما قلنا جزء بسيط من التسويق ولا يشكل كامل التسويق. راح نرجع إن شاء الله كل نقطة من نقاط المزيج التسويقي راح تشرح على حدة في فصل مستقل، لكن اليوم راح نبدأ في مقدمة فقط في التسويق. طبعا مفهوم التسويق أو علم التسويق مر بعدة مراحل ومر بعدة تطورات مثل أي علم آخر. العلوم تتطور مع الوقت، تتطور مع إضاءة العلماء، كل عالم يضيف بعض النقاط أو بعض التعريف أو بعض المفاهيم لكل علم العلوم. علم التسويق يعتبر من العلوم الحديثة، لكن وجوده كان قديم حتى لما كان علم، كانت الناس تمارس التسويق، لكن ممارسات التسويق كل ما لها تتطور، وتطور التسويق أحد أهم أسبابه هو المنافسة الكبيرة. الآن التجارة والشركات وحتى الحكومات صار فيها منافسة كبيرة جدا، فصارت المنافسة تساعد على تطور التسويق. فلو لاحظنا تعريف التسويق، عرفت الجمعية الأمريكية للتسويق عام 1960 التسويق بتعريف أمامكم وجميع أنشطة الأعمال التي توجه نحو تدفق السلع والخدمات من المنتج، الشركة المنتجة أو الجهة المنتجة أو المنظمة المنتجة، إلى المستهلك النهائي أو المستعمل الصناعي. كذلك المستهلك النهائي منه اللي هو أنا وأنت اللي راح نشتري المنتج، راح نشتري السيارة أو أشتري الجهاز الكمبيوتر أو أشتري علبة الموية أو أشتري العصير أو الحليب أو الرز، أنا المستهلك النهائي.
قالك المستعمل الصناعي من هو المستعمل الصناعي؟ المستعمل الصناعي لما يكون عندك مصنع مثلا وتروح تشتري آلات ومعدات، هذه الآلات والمعدات تصنعها شركة أيضا. الشركة هذه لما تستهدف المستهلكين الصناعيين غير المستهلك أو تستهدف المستهلك النهائي، وهذه إن شاء الله راح يجيها تفصيلها في وقت لاحق. تطور التعريف في عام 1985 وأضيف له بعض التعاريف أو بعض النقاط. طبعا ما أطالبكم في التواريخ، التواريخ غير مهمة، لكن إحنا يهمنا كيف تطور هذا التعريف. قال أن التخطيط هو التسويق وتخطيط وتنفيذ عمليات تطوير وتسعير وترويج وتوزيع السلع والخدمات. الآن بدأ يدخل مفهوم المزيج التسويقي اللي قلت لكم عنه، وهو المفهوم الأساسي في التسويق اللي هو تطوير المنتج وتسعير المنتج وترويج المنتج وتوزيع المنتج أو السلع والخدمات. السلع والخدمات تعتبر جزء من المنتجات، من أجل خلق عملية التبادل. عملية التبادل مش معناها؟ معناها أني أنا أعطيك مال وأحصل في المقابل على سلعة أو أحصل في المقابل على خدمة. كل شركة أو كل نشاط موجود في العالم هدفه عملية التبادل، أني أنا أعطيك مال مثلا أو أعطي أنت تعطيني السلعة اللي أنا اشتريتها منك، هذا هو الهدف. ممكن يكون فيه وسائل أخرى غير المال تتم فيها عملية التبادل، لكن أشهر الطرق هو المال. تطور التعريف مع مرور الوقت إلى أن وصل إلى تعريف حديث قالوا أن التسويق هو أكثر من مجرد تطوير سلع وخدمات وتسعير وترويج وتوزيع. قالوا أن فيه خدمة اجتماعية، وأيضا فيه الحرص على رضا إشباع حاجات ورغبات المستهلكين ورضا المستهلك. وش الفرق الآن؟ قالك في فرق، وراح نأخذ هذا الفرق في مراحل تطور التسويق. قالك أنا مو بشرط إني أنا أبغى أبيع فقط، لأني أنا ممكن اليوم أبيع لك وأخدعك في البيع، لكن شو راح يكون في المستقبل إذا خدعتك؟ خدعتك الآن وبيعتك سلعة المفروض إن سعرها ريال، بحتك إياها بعشرة ريال، وش ممكن يصير في المستقبل؟ أبغى إجابة منكم. راح أترك المحل بالضبط. إذا غشني هذا أو باعني سلعة غير صحيحة أو أرفع عليه السعر وأنا ما أدري أو جودة كانت ضعيفة، أنا في الأخير ما راح أرجع للمحل، صح ولا لا؟ فالمحل هذا خسرني. فعشان كذا التسويق يقول لك أنا مو بشرط فقط أني أبحث عن عملية التبادل أو عملية أو أني أبيع لك فقط، لا، أنا أبحث عن رضا المستهلك وأبحث عن إشباع وحاجات ورغبات المستهلكين. ليش؟ لأن المستهلك هذا إذا كان راضي مبسوط عني راح يرجع لي في المستقبل، هذا واحد. وإذا رجع لي في المستقبل فأنا راح أستمر في المبيعات. كذلك المستهلك هذا المبسوط والراضي عن السلعة راح يروح البيت وش يقول والله رحت شريت المحل الفلاني، محل ممتاز، تعاملهم كان ممتاز، سلعهم جودتها عالية، أسعارهم ممتازة. راح يقول زملاء، راح يقول أصدقاء، راح يقول كل مكان هذا الآن جالس يسوق لي من غير ما أدفع ولا ريال، فقط لأني أعطيته وكنت صادق معه وأشبعت الحاجة والرغبة عند هذا المستهلك. فمراحل فالتسويق يبدأ من قبل الإنتاج وأثناء مرحلة البيع وما بعد البيع. التسويق ليس فقط ما بعد البيع، الترويج هو ما بعد البيع، لكن التسويق يبدأ من قبل. أعرف حاجات ورغبات الناس، وهذا تعريف كوتلر اللي بيجينا الآن. تعريف كوتلر وهذا اللي أنتم مطالبين فيه، هذا التعريف اللي أنتم مطالبين فيه هو تعريف التسويق. هذا هو التعريف، الأخرى كانت مجرد مقدمة. هذا التعريف الرئيسي اللي يهمنا فيه التسويق، وهذا تعريف فيليب كوتلر. فيليب كوتلر هو أهم عالم في التسويق وأكبر علماء التسويق وأشهرهم هو فيليب كوتلر. فمعرفتك لفيليب كوتلر تعتبر شيء أساسي، مثل ما نعرف آدم سميث في الاقتصاد مثلا، تايلر وهنري فايل وغيرهم من العلماء في الإدارة، فيليب كوتلر هو أبو التسويق أو أكبر علماء التسويق. قال لك عرفناه بتعريف بسيط جدا، نشاط إنساني موجه. نشاط إنساني لأن الأشخاص هم اللي يقومون بهذا النشاط، الإنسان إدارة التسويق اللي تقوم فيه.
موجه لمن؟ لإشباع الحاجات والرغبات. وهذا الفرق في التعريف، ما قال موجه لعمليات البيع، لأن البيع مثل ما قلنا مو فقط هو هدفنا أن نبيع، لأن ممكن أنت تبيع وتغش الناس أو تضحك عليهم، لكن في الأخير شو بيصير؟ سمعتك تكون سيئة، الناس ما راح ترجع لك، في الأخير أنت راح تقفل محلك أو راح تقفل البزنس أو راح تقفل الشركة. لكن إذا أشبعت حاجات ورغبات الناس أنت راح تضمن مستهلكين على مدى طويل، وكذلك راح تضمن أنهم يروجون لمحلك أو لسلعتك عند أشخاص آخرين من خلال عملية التبادل اللي شرحناها قبل شوي. وهذا هو التعريف المطلوب منكم. فقالك من خلال التعاريف السابقة نقدر نقول فيه عدة مفاهيم: أن التسويق هدفه إشباع حاجات ورغبات المستهلكين، أن الوظائف التسويقية مختلفة في تطوير منتجات، في تسعير، في ترويج، في توزيع، مثل ما قلنا راح نأخذ كل واحد منها على حدة. وهذا يقودنا إلى أن التسويق في عدة مفاهيم أساسية وجوهرية جدا في التسويق. لابد أن نحترم هذه المفاهيم، وهذه المفاهيم هي اللي تحرك نشاطنا التسويقي. قالك أول مفهوم في مفاهيم التسويق الأساسية وجوهرية مفهوم الحاجات. لو رجعنا للتعريف، إيش قال في التعريف؟ إشباع حاجات ورغبات الناس. هل في فرق بين الحاجات والرغبات؟ إذا عندكم فرق اكتبوه. هل في فرق بين الحاجات والرغبات؟ وش المقصود بالحاجات والرغبات؟ وش الفرق؟ حاجات أساسية. مثال: طيب الأكل كيف يكون حاجة؟ حلو، الأكل حاجة. طيب الرغبة؟ طيب الآن أنت تحتاج الأكل، صح؟ كل إنسان يحتاج الأكل. نوع الأكل اللي بتأكله أنت تبغى تشبع حاجة عندك، صح؟ تشبع حاجة الجوع من خلال الأكل. هل نوع الأكل يفرق؟ ولا هنا تدخل الرغبة؟ هنا تدخل الرغبة. إما أنك تأكل رز، أو تأكل شاورما مثلا، أو تأكل خبز، أو تأكل أي نوع من أنواع الأكل، هاي هنا رغبة. الحاجة هي الأكل وإشباع الجوع. الرغبة وين؟ الرغبة في نوع الأكل. تقدر تختار حسب إمكانياتك المتاحة وحسب المتوفر لديك، هذه هي الرغبة. لكن الحاجات هي عرفها أو أشهر نموذج فيها في الحاجات هو نموذج ماسلو، إبراهام ماسلو. إبراهام ماسلو هو عالم اجتماعيات، قال إن الإنسان عنده هرم للحاجات. حاجات الإنسان مختلفة، ليست فقط أكل وشرب، في عندنا حاجات مختلفة وأنواع مختلفة من الحاجات. أتوقع أنكم درستوها في مبادئ الإدارة وفي السلوك التنظيمي، لكن لا بأس من إعادة هذا المفهوم، لأنه مفهوم جدا مهم، ولأنه مهم إن درسته في أكثر من مقرر، وراح تدرسه في التسويق، تدرسه في مقررات أخرى. لذلك هذا المفهوم جدا مهم، ضروري أنك تتقن هذا المفهوم وتفهمه بشكل جيد. قال لك إبراهام ماسلو أن فيه هرم للحاجات الإنسانية، الحاجات ليست كلها على مستوى واحد عند الإنسان، الإنسان عنده مستويات في الحاجات. قال لك أول شيء الحاجات الفسيولوجية. الحاجات الفسيولوجية مثل إيش؟ مثل الأكل والشرب وغيرها، هي الحاجات التي لا يمكن للإنسان أن يعيش من غيرها، لا يمكن للإنسان أن يعيش من غير هذه الحاجات الفسيولوجية: أكل، شرب، هواء، غيرها. إذا توفرت عندك هذه الحاجات راح تبحث عن الحاجة اللي بعدها، حاجة إلى الأمان. أنت لن تبحث عن الأمان إذا ما كان عندك أكل وشرب. إذا حصلت الأكل والشرب تبحث بعدها إلى الحاجة اللي بعدها، هي الأمان، لأن صعب الحياة بدون أمان. إذا ما كنت آمن ما راح تكون مستقر، ما راح تعيش حياة كريمة.
حصلت الآن، نفترض أنك حصلت الأكل والشرب والحاجات الأساسية والضرورية، ثم حصلت الأمان. الآن إيش راح تبحث عن؟ راح تبحث عن حاجات الانتماء والحب، أو بعضهم يصنفها يسميها الحاجات الاجتماعية. إذا عندك أكل وشرب وعندك أمان، راح تبحث عن أصدقاء، راح تبحث عن عائلة، راح تبحث عن مجتمع تعيش فيه. صعب إن الإنسان يعيش لوحده، بعيد عن العالم كله، بعيد عن كل الناس، هذا صعب. يحب الإنسان أن ينتمي، يحب أن ينتمي إلى وطن، يحب أن ينتمي إلى عائلة، يحب أن ينتمي إلى قبيلة، يحب أن ينتمي إلى مجموعة من الأصدقاء إلى آخره. هذا حاجة في الإنسان، هذه طبيعة في الإنسان. ولكن لن تبحث عن الحاجات الاجتماعية مثل هذه وأنت ما تملك أكل وشرب. الأكل والشرب إذا توفر راح تبحث عن اللي بعده، ثم الأمان، ثم تبحث عن الاجتماعية. الآن حصلت الأكل والشرب والأمان والحاجات الاجتماعية، راح تبحث عن إيش؟ عن التقدير والاحترام. تبغى ترفع من قيمتك كشخص، تبغى تكون محترم في مجتمعك، تبغى الناس تحترمك، تقدرك، تقدمك. ما تبغى تكون شخص غير محترم أو منبوذ، أو الناس ما ترغب فيك، أو الناس ما تحترمك، أو الناس ما تحط لك قيمة. كل إنسان عنده كرامة ويبحث عن قيمة له، ولكن الإنسان ممكن يضحي عن بالتقدير والاحترام من أجل إيش؟ لو ما كان عنده أكل وشرب، التقدير والاحترام هذا ما يعتبر موجود عنده في حياته، لأنه يبحث عن أكل وشرب لقمة عيش عشان يعيش فقط. وهذا مثل هذا كل الكائنات، وليس فقط الإنسان، تبحث عن الأكل والشرب. فحصلت الأكل والشرب، حصلت الحاجات الفسيولوجية، حصلت الأمان، حصلت الحاجات الاجتماعية، حصلت التقدير والاحترام. الآن إيش تبغى؟ تبغى تحقق ذاتك. كيف تحقق ذاتك؟ كيف يحقق الإنسان ذاته؟ أبغى أسمع إجابات منكم أو أشوف إجابات منكم. كيف يحقق الإنسان ذاته؟ شخص يقول بالعلم، ممكن بالعلم غيره. هل فقط العلم؟ تحقيق الأهداف. في ناس يقول لك العمل، في ناس يقول لك التعليم، في ناس يقول لك والله أني أكون شخص غني، تحقيق أحلام وطموحاتي، تحقيق أحلام وطموحاتك. بعضهم يقول الاستقرار، بعضهم يقول بالهواية، بعضهم بالعائلة، بعضهم بالتقدم، بعضهم بالبذل والعطاء. كل إنسان له ذات وله أهداف في حياته في الأخير يطمح إلى تحقيقها، ولكن إذا ما عندك الأشياء الأساسية ما راح تصل لهذه النقطة. والهرم بالطريقة هذه المقصود فيه الحاجات الفسيولوجية يقع فيها أكثر الناس وأقل منهم. الناس اللي عندهم أمان، ثم أقل منهم الناس اللي حققوا الحاجات الاجتماعية، وأقل منهم اللي حصلوا على التقدير والاحترام مع كل الحاجات اللي أسفل منها، وأقل الناس هم اللي وصلوا إلى تحقيق الذات. تحقيق الذات مرحلة متقدمة وصعبة، ليست سهلة على كل الناس. كل الناس عندهم رغبات وطموحات، ولكن ليس كل الناس قادرين على الوصول لهذه الرغبات والطموحات. ثانيا، مفهوم الرغبات اللي ذكرنا قبل شوي تكلمنا عنه، هي الوسائل التي يتم خلالها إشباع حاجات المستهلك، وضربنا مثال بالأكل. المفهوم الثالث من المفاهيم التسويق الجوهرية هو مفهوم الطلب. إيش معنى الطلب؟ مفهوم الطلب أخذته في الاقتصاد، الطلب والعرض. الطلب هو الكمية أو عدد الأشخاص أو الأفراد اللي يرغبون في شيء معين من خلال مدة زمنية معينة وبسعر معين، هذا هو الطلب. أتوقع مر عليكم. رابعا، المنتجات. ما المقصود في المنتجات؟ التعريف يقول أن أي شيء يتم عرضه للسوق بغرض جذب الانتباه أو الاكتساب أو الاستخدام أو الاستهلاك لإشباع حاجة ورغبة معينة. لكن هل المنتج مقصود فيه سلعة فقط؟ علبة الموية مثلا، هل هو فقط هذه؟ لا، قال لك عندنا السلع، عندنا خدمات أيضا. الاتصالات مبسلة صح ولا لا؟ هي خدمة. المستشفى خدمة صح ولا لا؟ الاستشارات المالية خدمة. الاستشارات الهندسية خدمة. السيارة سلعة، لكن السلعة ممكن يضاف لها خدمة. السيارة سلعة لكن فيها خدمة صيانة مثلا. هذه كلها منتجات. الأفكار منتجات. الأفكار ممكن تشتري فيها أو تضع عليها براءة اختراع تكون قيمة مبلغ مادي. الأماكن، المنظمات، الأنشطة، كل هذه تشمل مفهوم المنتجات. خامسا، التبادل. وهذا اللي تكلمنا عنه في التعريف، هو سلوك الحصول على شيء مرغوب من أفراد أو منظمة ما مقابل تقديم شيء مرغوب آخر.
الشركة اللي تبيعك خدمة أو سلعة راح ترغب في المقابل غالبا في الحصول على إيش؟ على مبلغ مادي منك. أنا أعطيك سلعة وأنت تعطيني فلوس أو مبلغ مادي. أنا أعطيك خدمة وأنت تعطيني مبلغ مادي. أو أنا أعطيك خدمة وأنت تعطيني خدمة مقابلها. هذه عملية تبادل، وهذه أهم نقطة في المفاهيم الجوهرية للتسويق. لأن لولا وجود عملية تبادل ما وجد تجارة ولا وجد بيت الأعمال أصلا. مراحل تطور التسويق بإذن الله راح تكون محاضرتنا في الأسبوع القادم. الآن راح نأخذ كويز سريع لمدة 5 دقائق، ثم بعدها 5 دقائق أخيرة لأسئلتكم واستفساراتكم. الكويز راح تكون مدة 4 دقائق عفوا. الكويز يبدأ الآن، بعد 4 دقائق إن شاء الله نرجع نتناقش في الكويز وأسئلتكم على المحاضرة كاملة. طيب الآن نستعرض الإجابات على السريع. السؤال الأول كان يقول هو نشاط إنساني موجه لإشباع الحاجات والرغبات من خلال عملية التبادل، هذا كان تعريف التسويق. في بعض الإجابات تقول الطلب أو التبادل، لا يمكن أن تكون طلب أو التبادل، يعني أتوقع أن الإجابة كانت واضحة جدا، يمكن بعضهم كان متأخر وما لحق على المحاضرة من بدايتها. هذا هو تعريف التسويق. السؤال الثاني من المفاهيم الجوهرية في التسويق الطلب التبادل المنتجات، كلها صحيحة، فالإجابة جميع ما ذكر. طبعا في الاختبار النهائي ما راح يجي سؤال في إجابة جميع ما ذكر، جميع ما ذكر غير موجودة، أو لا شيء ما ذكر هذه غير موجودة في الاختبار النهائي، لكن في الكويز مسموح فيها. وسلوك الحصول على شيء مقابل تقديم شيء آخر في الشرح أطول التعريف، لكن بالعموم هذا معناه هو التبادل ومفهوم التبادل. صاحب نظرية هرم الحاجات هو إبراهام ماسلو، هذا اللي
يعني كان فيه إجابات متفاوتة، بعض الطلاب أو الطالبات جاوب فيليب كوتلر. فيليب كوتلر هو عالم التسويق، ليس صاحب نظرية هرم الحاجات. هرم الحاجات هو نظرية أو هرم ماسلو، يسمى هرم ماسلو وهرم الحاجات. أتمنى أن ما ننسى النقطة هذه. هرم الحاجات هو هرم إبراهام ماسلو. فيليب كوتلر هو عالم التسويق. فريدريك تايلور ما له علاقة ولا جبنة طارية، هو عالم إدارة. هنري فايل كذلك. فما أدري ليش بعضكم يجاوب مثل هذه الإجابات، يمكن عدم تركيز أو قلة تركيز، لكن هذه هي الإجابة. احفظوا الأسئلة هذه عندكم، احفظوا إجاباتها، استفيدوا منها إن شاء الله في المستقبل. هذا بخصوص الكويز. الكويز أتوقع أنه سهل واضح بالطريقة هذه. هذه طريقة الأسئلة. في أحد عنده سؤال أو استفسار عن محاضرة اليوم، عن المحاضرات القادمة؟ أي سؤال أي استفسار قبل ما نختم؟ باقي معنا دقيقتين. الشرائح إن شاء الله تنزل، حاول ننزلها اليوم إن شاء الله. المعتمد هذا سؤال شرحته بداية المحاضرة ورجع نفس السؤال. وش الشيء اللي راح نعتمد عليه كمنهج؟ مثل ما قلت، المادة الصوتية والمرئية هي المرجع الأساسي، لكن الطالب أو الطالبة اللي بيركز على الشرائح وعلى المحاضرات الحية وعلى الكوزات راح إن شاء الله يغطي أغلب المنهج. كل محاضرة راح يكون في كوز نهاية كل محاضرة بإذن الله. آخر 10 دقائق راح تكون 5 دقائق كوز وخمس دقائق للأسئلة. الكوز ممكن يزود عن 5 أسئلة، يقل حسب الحاجة وحسب المعلومات. أي استفسار آخر قبل ما نختم؟ بإذن الله راح يكون فصل ممتع وموفق للجميع. بإذن الله أننا ما راح نواجه أي مشاكل خلال هذا الفصل. آخر محاضرة راح تكون إن شاء الله مراجعة للمنهج كامل، المحاضرة رقم 12. خلال 11 محاضرة راح ننهي المنهج كامل بكل سهولة إن شاء الله. في سؤال بعد المحاضرة إن شاء الله راح تنزل شرائح كاملة، راح أنزل شرائح المنهج كامل عشان تكون عندكم الآن. اللي يبغى يستعد اللي يبغى يحضر يكون الطالب أو الطالبة عنده وقت كافي إن شاء الله. سؤال أخير، الله يوفق الجميع. ممتاز، يعطيكم العافية جميعا. إن شاء الله نكون استفدنا من هذه المحاضرة، والمحاضرات القادمة إن شاء الله راح نتوسع أكثر في مفهوم التسويق. اليوم مجرد شرح بسيط لمقدمة في التسويق، وإن شاء الله أننا نطلع فائدة وندرك المعنى الحقيقي لمفهوم التسويق. شكرا لكم على حضوركم واستماعكم. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموعد. أتمنى من الجميع تسجيل خروج الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.